إذا عم تدور على أرخص جهاز فينك تجيبه ويشتغل بشكل كويس للمهام العادية بعيد عن الألعاب وهيك، ومكسر جهازك مثلاً بتحتاج شيء رخيص، نوكيا 2.2 يعتبر خيار جداً رائع. وهلا رح أذكر ليش محمد فرعون الصغير عيونه مستر إي. هيدا الجهاز بالبداية رح يجي بمصنعية بلاستيك، ما رح تحس إنه الجهاز غالي، صوت السماعة منه قوي، غير هيك الفايبريشن أو الاهتزاز ما رح تحسه كتير بريميوم أو فخم. بعيدا عن هالشغلات رح يجي جهاز باندرويد 1، النظام رح يكون كتير سلس، غير هيك رح توصلك التحديثات الأمنية، وهيدا الشيء كتير غريب بالنسبة لفئة الجهاز السعرية، فيعتبر جدا مميز بهالشغلة. غير هيك معالج الـ A22 هيليوم من ميديا تيك يعتبر كتير كويس بهي الفئة السعرية، رباعي النواة 12 نانومتر، فهو معالج جديد بيستهلك أقل من البطاريات، ومع البطارية الموجودة 3000 ملي أمبير. طبعا معنا مايكرو اس بي، معنا يو اس بي تايب سي، ما في شحن سريع، لكن البطارية تكفيك طول اليوم بسبب دقة الشاشة HD Plus 5.7 إنش، والشاشة كويسة بالنسبة للسعر، فزوايا الرؤية كويسة، الألوان كويسة، والدقة بسبب حجم الشاشة الصغير تعتبر كويسة. وأهم الشغلات اللي بتخلي هذا الجهاز كافي لمهامك اليومية إنه بيجي بـ 32 جيجا بايت ساعة تخزينية و 3 جيجا بايت رام، وهذا الشيء بالنسبة لسعر الجهاز الجدا رخيص يعتبر رائع. كاميرات الجهاز تصور صور حلوة، لكن ما في بورتريت مود، ما فينك تصور صور حلوة بالليل، ما فينك. لكن بشكل عام إذا بدك تصور صور بيسك فقط طبيعة أو أي منظر أو حتى أشخاص أو سيلفي، الجهاز منه سيء ككاميرات، لكن منه منافس بتعرف بالنسبة لفئته السعرية. شكرا جزيلا مشاهدي أصدقائي الرائعون، أخبرونا في التعليقات شو رأيكم أفضل الهواتف الرخيصة، اكتبوا لنا بالتعليقات. شوفكم فيديو جاي، سلام.